مفجوعين يقولك توا هالغلبة اللي ما عندي منها باش نقعد نعس على التليفون. فما دي زابليكاسيون غراتويت محلاهم اللي بيهم تنجموا تتبعوا شنو يعملوا صغاركم. فما اول واحدة اللي هذه فاميلي لينك، هذه ببلاش ابليكاسيون تحطها في تليفونك وتليفون صغيرك، يعطيك قداش عندها وقت في التليفون وقداش عندها وقت في كل ابليكاسيون. يعطيك كي ولدك يحب يستالي ابليكاسيون يجيك انت في تليفونك اللي هو يحب يستالي ابليكاسيون وتنجم تبلوكيها. مثلا انت نحيت له تيك توك مثلا وهو عاود انستاليها يجيك في تليفونك، ما هو من غير ما تعارك ولا شيء نحلو الابليكاسيون وانت قاعد على روحك. فما كبش تجي من بعد لي عاد بونك المود باس باش هادنا مثلا فما ديزابليكاسيون باش تدخلهم يزيدهم مود باس، نجم تعطيه وقت معين يقعد فيه في التليفون. مثلا انا بنتي عندها وقت كي تفوت مثلا ساعه التليفون كل شيء تبلوكا كل شيء لا مع تتفرج فيه حد شيء تو بو فيغي التليفون ا ديستانس. مثلا انت هو عنده دروس وتسمع في الموسيقى على يوتيوب باش تقعد وتصيح وتعيط ترك سكر عليه كل شيء ولا ابنه بن جمعه. فما تو بو اوسي لوكاليزي لاباريل، هذه مهمه. مثلا ولدك مشى لبلاصه وانت مفجوع عليه ولا في المراهقه قدام الليسي وخاف لا يمشي هكا تبعوا فين مشى ولدك جي بي اس اكزاكتومون. هذه برشا نسيب باش يعملوها الرجال وتنجم تبلوك لو تليفون ابارتيغ دو سيغتان زوغ. انا مثلا ليلى تليفونها عملت لها من السبعه لل ليلى للعشره التليفون يولي معناها يولي بلوكي، وتنجم تليفون يولي كان يطلب منها يولي لها اون ديغي تليفون قديم نواغي بلون تحب تكلمني مرحبا ما تحبش تكلمني سكر يعني جيت الو الو فوالا معناها هذوما كلهم الحق دي بوسيبيليتي بهين خاصه اللي عندهم صغار في هكا سبعه ثمانيه وحتى في المراهقه بو عبد ما يخنقهمش صغار وخاطر باش يوليو يعملوا عمال اخرين اما يعس من بعيد من غير ما دو تخ مويان. وهي الفكره انت كي باش تهدي له تليفون ركب له لابليكاسيون من غير ما يفيق بو اما كي كبر باش يعرف بيان سور. وتنجم تكون تقول له تليفون ما كونديسيون عندك لابليكاسيون هذي ابخي كيما يقولوا اللي يسرق يغلب اللي حاح. فما ابليكاسيون اخرى اسمها بيان اتر نوميريك، بيان كيما بيان بي او ان اتر نوميريك، هذي كيف كيف تحط لك الوقت اللي عداه في التليفون بالابليكاسيون بالابليكاسيون. تنجم تقول له انت راك تيك توك ماكسيموم ساعه، يوتيوب ماكسيموم ساعه، تقول لك قداش استعمل التليفون. فما مود اسمه مود كوشي معناها في وقت النوم كل شيء يظلم يزم يرقد دونك ديكو خاطر الصغار يكومبخي بنتي اللي هي بنيه عاقله ساعه ساعه تهز تليفونه بالسرقه انا نرقدها نلقاها محطته تحت المخده مود كوشي حتى إيه بختان بنتك صغيرونه بختان بنتي من عمني بنتي صغيره وعاقله تسمع الكلام اما الصغار الكل يحبوا راهو يحاولوا انهم يخرجوا من الحدود نتاعهم. دونك فما مود كوشي وفما مود سون ديستراكسيون، هذا للمراهقين مود سون ديستراكسيون معناها يتنحلوا ليزابليكاسيون يقعد كان تليفون للمراهقين خاطر توا المراهقين الحق في القسم يلزمهم يركزوا كل شيء بهيلهم دونك ديكو تعملوا المود هذا كل شيء يتسكر معناها جوست يقعد له تليفون. بون فما دوتر ابليكاسيون اللي هما بالفلوس اللي هما ياسر باهيين كيما هذايا كزولو اكس او او ال او او اللي فيهم كيف كيف ما تنجم فما ابليكاسيون توصل حتى تنجم في وقت معين يقول لك هو فين وترى تصوير البلاصه ولا تسمع الحس. فما دي زابليكاسيون اللي تعطيهم هكا ان بيريمتر اللي لو كان ولدك يخرج منه يقوم تليفون ينقص. اما هذوكم بالفلوس اللي قلتهم الولا ببلاش وربي يحفظ صغارنا الكل وردوا بالكم في خاصه في التليفون راهو بحر معناها وعلى قد ما تكون انت ذكي ديما فما حاجات ينجموا يصيروا.